ولكن الدكتورة مش ملحقة فنية واللغة الإنجليزية. في ختام البرنامج التدريبي بأكد على الدور الفعال وبشكر حقيقة الإعلام الوطني اللي بيرسخ مفهوم أهمية العمل الفني والتقني لأحد مقومات الصناعة والاقتصاد القومي. بسجل فخري واعتزازي وتقديري لكل اللي شهدته من ولادنا المتدربين اهتمام وأدب ومرات. الحقيقة الدورة دي ما جاش منها ولا شك. حرص على الاستفادة المسلمة من برنامج التدريبي ده بيؤكد قناعتنا بأن شباب ودي قناعة حقيقة عندي وعندنا كلنا أن شباب أمتنا هو كلمة السر في المستقبل وأكون في التحدي في الحاضر وستظل مثل بقية الصعاشة. أنا خلصت الكلمة المكتوبة بس أنا عايز أتناقش شوية مع أولاد المتدربين اللي هم حافظوا على الدورة يرفع إيدهم. الحدود كلها بقوا فين الجاز؟ قالوا بقوا الجاز من مصر. فوليا بتوسع عادي طيب. العدة بتوسع عادي وغير العدة. الناس بتتابع على الدورة. كان زمان لما توديها للسمكاية عشان صلاح على بقوا الجاز أو ساعات الخزان بتاع بقوا نفسه من السخونية لحد القصير بتاعه بيفك. من عنده بقوا الجاز من مصر؟ لما كنت تودي لما كنت تودي الغور الجاز للسمكاري ترجع في البيت ينفس ترجعه يزعل قوي وصلاح ما كنتش ولا حاجه بيعتبر انك انت شرف ما كانش يجي سباك يصلح حنفيه في البيت وغير جلده او يغير قلب حنفيه لو يسيبها لك 10 على 10. الحقيقة من ضمن الحاجات الوحشة اللي الناس اتعلمتها التلصقة. وده موضوع مهم جدا. مصر طول عمرها مشهورة ان عمالها احسن عمال في العالم. الحقيقة بدليل مفيش دول جت احتلتنا في وقت من الاوقات لو خدت جزء من العمالة بتاعتنا عشان تبني بلادها. تركيا عملت كده. خالص النهارده. تركيا بعد معركتها مع المماليك احتلت مصر خلت العماله الماهره المصريه عملت الاسكان. بعد عام 73 العماله الماهره اللي موجوده في مصر هي اللي عملت كل الطرق والنهضه اللي شفناها في الدول العربيه الشرقيه. فجاه اتعلمنا التصلقه وتعلمنا ان احنا نكرر التشويه وده بقى موضوع مهم جدا. وانا النهارده جاي من بالي عايز اكلمكم في الموضوع ده بس. ازاي تنجح انك تعمل مفهوم انك تعمل حاجه بجوده عاليه. انك تطلع حاجه بايدك ده شرف وده كرامتك وده مهارتك ودي نقطه تميزك. انك تطلع حاجه بجوده عاليه شوفوا كده امشوا كده جنب بيوتنا اللي مبنيه جديده جنب الحمامات بتاعتنا البيت كلها ناشعه من اول بيت لحد اخر بيت. البيت كله ناشع عمره بيقل استهلك ميه اكتر ونهدر كتير خلي ريحه المبنى وحشه خلي حياتنا كئيبه انك كل شويه دخلك اللي بيجي لك بتصبه انك تصلح الحاجه اللي في ايدك المفروض تشتغلها. الحقيقه موضوع تاهيل العماله الفنيه ده له مفهوم مجتمعي عريض جدا واسع جدا ارجو ان الهيئه تنجح انها تعممه خصوصا. انت بتشتغل جامد يعني بقت الرياضه نوع من انواع الشغل. بقت الرياضه التنافسيه نوع من انواع الشغل ما تشيل غالي ما تسهلش. كل حاجه بقت شغل وكل ما تتعب في شغلك كل ما هتكسب اكتر كل ما ربنا هيفتحك كشك اكتر كل ما ربنا هيبارك لك في رزقك كمان. انا بشكرك وبهنيك وشوف مع الناس البارزين ان احنا الهيئه محتاجه من الدوره اللي فاتت والدورات دي ودول يتحطوا تحت الاختبار طبقا لقواعد الهيئه واخد بالك حاضر وتعمل لهم براءه كله وتعمل لهم اتحاد امني وكل حاجه. حاضر. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق ويا رب برضه نعمل دوره ثالثه دوره رابعه دوره خامسه ودوره سادسه بحيث ان احنا نعمم المفاهيم اللي انا بقولها دي في المجتمع الفني المجتمع التقني المصري. تخليكم شكرا.